قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 138 آخرين جراء انفجار أنبوب كبير للغاز الطبيعي وسط الصين. وحسب ما أفاد به التلفزيون الصيني أن حادث انفجار الغاز الطبيعي وقع بمدينة شيان في مقاطعة هوبي الصينية، مضيفاً أنه تم نقل 138 شخصاً بما فيهم 37 شخصاً في حالة حرجة إلى المستشفيات. حريق مهول شب على متن سفينة شحن MV تيتان 8 في مانيلا لمدة 7 ساعات ما أجبر طاقمها على القفز في حالة ذعر وخلف إصابة العديد من الأشخاص، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق. وقال مسؤولون إن 2 على الأقل من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة ظلوا في عداد المفقودين. موجة برد وثلوج اجتاحت أستراليا، ووصلت سماكة الثلوج إلى حوالي 15 سنتيمتراً في مدينة أورانج التابعة لولاية نيو ساوث ويلز الواقعة على بعد نحو 250 كيلومتراً غرب سيدني، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي.